السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله راح نديرو لوبيا خضراء، نديروها غراتا بلا فور بلا فور، راحين نديروها في المقله. وصفه بزاف شابه، راح تبعوا معايا الوصفه للاخير، كملوا معايا الفيديو وما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. ونرحب بكامل المشاهدين ولا المتتبعين الجدد اللي معنا اول قدم، مرحبا بكم في قناتي. راح نبداو بسم الله، صلوا وسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وراح نبداو في الوصفه. انا عندي اللوبيا كنت قطعتها ونقيتها، وراح ندير عليها الثوم. انا يا ثوم رابيد ديت برسك 4 تاع فصوصات تاع الثوم، ديروا لها الثوم باش تجي بنينه. انا رايحه نفورها ونزيد عليها الملح، نفورها في لاكوكوت. وانت تقدري ديريها في الكسكاس عادي، اعطي لها وقتها حتى اللي تطيب معانا. شوفوا معايا، انا راح نديرها في لاكوكوت. درت الماء هنايا، ملاحظه الماء يسيه باش ما يتوشيش الكسكس، تكون مسافه بين الماء والكسكس باش تفور لكم املاح. كما قلت لكم درت فيها الملح والثوم، راح نبلع على كوكوت ميم با 10 مينيت 15 دقيقه رايحه طيب معنا. ومن جهه واحده اخرى واش درت، اديت المقله درت فيها مغرف زيت ومغرف زبده كما راكم تشوفوا، ولا مارغارين. راح نخليها تذوب. وعندي زر تاع الدجاج ما كنتش ديت بزاف، برسك ماشي نص ماشي كامل، اديت حبه طوماطش كبيره ارابي ولي زيبيس. عندي ثوم، ملح، قزبر ملحي، راس الحانوت، فلفل كحل، زنجبيل والكركم. راح نكتب لكم كما العاده تشوفوا كامل التوابل. بعد اللي ذبت معنا هذيك المارغرين ولا الزبده مع الزيت، راح نحط عليها زر تاع الدجاج كما قلت لكم كنت قطعته مربعات، شوفوا الكميه ماشي كبيره. راح نقليها وندير عليها لي زيبيس. وهنايا راح نقلي الزر تاع الدجاج حتى اللي يطيب معنا ويدي تحميره ويدي البنه تاع لي زيبيس. اعطي له وقته في القليان، قليها مليح. كما نعرفوا الدجاج ما فيهش الروح، واش راح يدي معك وقت كبير في الطياب. وهنايا اللي حبت دير لا موطار دير مغرف صغيره فقط. ملاحظه كاين اللي عندها الكولون راح تتحسس منو، انايا ما درتوش. كل وحده واش تحب دير، الا حبيتي ما ديريش ما ديريش عادي، ماش راح ياثر في البنه. كما قلت لكم انا ما درتوش. زدت عليها هذيك حبه تاع الطوماطيش اللي كنت رابيتها ونقليهم مليح حتى اللي طيب معنا شويه هذيك الطوماطيش. شوفوا معايا. ومن جهه واحده اخرى اللوبيا تاعي راهي كما كنت تشوفوا راهي طابت، هنايا راهي طايبه. رايحة نحيها من الكسكس ونزيدها. شوفوا هنايا الزر هذاك تاع الدجاج راه تقلى مليح، مام هذيك الطوماطيش دات البنة تاع الزر وتاع لي زيبيس. رايحة نفرغ هذاك هذيك اللوبيا اللي كانت اللي كنا فورناها. شوفوا نحط اللوبيا ونبدا نقليها ونخلطها مع الدجاج بهذا الشكل حتى اللي تدي البنة تاع القليان. شوفوا هنايا نولو اشاك فوا نخلطو هاك شغل راكي ديري في لوبيا صوتي. نبداو نقليوها وراح نغطي عليها ونغسلها للنار حتى اللي تزيد تكمل طيابها، ميم با مش راح تطول معنا باسكو راهي فايره من قبل. كيما قلت لكم انا فورتها مليح وشنو ما تخليهاش حتى اللي تتحرحر معاك. شوفوا معايا هنايا بعد اللي دات مده في الطياب، هذا هو راهي طابت معنا ودات كامل البنه تاع الدجاج. ومن جهه واحده اخرى كنت قليت البطاطا، عندي فرماج بلون ولا فرماج ابيض وعندي فرماج رابي. هنايا رايحه نخدم الكغاتان تاعي، واش راح ندير هنايا بعد اللي طابت معنا اللوبيا وتقلات مع الزر تاع الدجاج راح ندير عليها البطاطا. واذا حبيتي ديري طبقه تاع البطاطا وديري فوقها اللوبيا كيما تحبي ديري، انايا اكتفيت بهذه الطريقه. انايا راح تنحي اللوبيا وديري الطبقه الاولى تاع البطاطا وديري فوقها الطبقه تاع اللوبيا. انايا نخلط البطاطا مع هذيك اللوبيا، مام البطاطا تدي البنه تاع الزر واللوبيا بهذا الشكل. وهنايا كملاحظه حبيتي ديريها في الفرن ديريها في الفرن، ولا ديريها في المقله عادي راح تعطيك نفس البنه. وهنايا راح نزيد عليها فرماج ابيض ولا فرماج ابيض، ولا انا درت هنايا موندور باسكو كانت واحد المتتبعه خلات لي كومونتير قالت لي واش من فرماج تستعملي. انا نستعمل موندور تاع البيدو المتوسط ماشي الكبير.
نديرو على كامل السطح ونزيد عليه فرماج رابي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. راح نغطي عليها ونخلي حتى الفرماج يذوب لي. شوفوا معايا هنايا بعد اللي ذاب معنا الفرماج، هنا نقصي للنار وغطيه وخليه هذيك سخانه تدور على الفرماج باش يذوب معنا. راح الفرماج هذاك الابيض راح يذوب ويطلق البنه مع اللوبيا وتجيكم مشربه، ما تخافيهاش راح تجيكم مشربه، تجي بزاف بنينه. شوفوا معايا راح نقسمها معاكم، شوفوا هنايا نقسم معاكم وتشوفوا في كيفاش يجينا مشربه. ندو كمية من الكغاتا، شوفوا درتها في هاد لو بلا، شوفوا نقسم معاكم راح تجي بزاف بنينة صدقوني، كغاتا ولا أروع. راح نبدلو من لاصوص أشاك فوا نديرو لوبيا بلاصوص، راح تجينا هكا مشربة. شوفوا كيف تجي معسلة، مام الدجاج ما كناش درنا فيها كمية كبيرة من الدجاج. شوفوا هنايا نقرب لكم البلا للكاميرا، شوفوا كيفاش تجي معسلة ومشربة بهذه الطريقه. راح تعطيكم بنه مختلفه تاع اللوبيا غراتا، تجي بزاف هايله. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. كنا درنا لوبيا خضراء غراتا، وصفه سهله واقتصاديه، ما كناش درنا كميه كبيره من الدجاج، راح تعطيكم بنه ولا اروع. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى الوصفة تاعنا اليوم تكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، سلام.